السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع مشهور قوي اللي هو الكيس الزلالي او الكركعة اللي موجودة في الركبة من ورا. المواضيع المهمة هنتكلم على اهم نقط تخص حضراتكم. يعني انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. اول حاجة هو ايه تعريفه؟ شايفين يا جماعة الكركعة دي، احنا كده باصين على الركبة من الجنب ودي من ورا، في بالونة كده هو طالعة من الركبة، يعني هي منشأها المفصل من هنا. المنشأ بتاعها المفصل، فيبقى المشكلة بتاعتها غالبا في المفصل، يبقى هو عبارة عن فتق متوصل بالمفصل، فتق من الغشاء السينوفي هنا. يعني المفروض دي كانت حتة واحدة كده طلعت ما بين عضلتين، والعضلتين دول اتقفلوا عليها من الجناب بالشكل ده كده، بحيث ان هما بقى العنق كده مقفول، فبقت المية بتطلع من الركبة في الاتجاه ده وبيبقى مش عارفة ترجع تاني. بعض الحالات ما بتعرفش ترجع تاني، معظم الحالات بترجع المية تاني، بشرط ان احنا نحل المشكلة اللي هنا. يبقى اول معلومة هو عبارة عن كيس زلالي نتيجة زيادة المية هنا، يعني السبب اصلا هنا. يعني مثلا اشهر الاسباب ايه؟ الخشونة، الاصابات بقى اللي هو مثلا زي الرباط الصليبي او الغضروف الهلالي. طيب برضو عشان نبقى فاهمين الكلام ده ايه خلى، يعني اصلا المية بتتكون ليه؟ اي اصابة في الركبة ممكن تخليها غير ثابتة. لو الركبة غير ثابتة، الجسم من قبل ما احنا نبقى موجودين بيحاول يتفاعل بحيث ان هو يثبتها. الكلام ده بيتم ازاي؟ انه يزود المية. في بعض الحالات بتزيد المية قوي جوه الركبة عشان كأنها تبقى تحت ضغط، الركبة مضغوطة، وتكون له بالونة بره كأنها دعامة فتسندها. فده تفاعل الجسم نتيجة لعدم ثبات الركبة. فاحنا محتاجين نعالج السبب، مش موضوع التكيس اللي ورا اللي هو زي الخشونة. طب ليه بيحصل التكيس الزلالي دوت؟ عشان الركبة غير ثابتة، فبيخلي الجسم ايه، يحاول يثبتها عن طريق زيادة الضغط بالمية. طيب اعراض الكيس الزلالي ايه؟ غالبا ما بيشتكيش من اي حاجة، وبيبقى الهدف الرئيسي من الزيارة ان احنا نطمنه، وهي فعلا حاجة مطمئنة. الاسئلة اللي بتبقى معروفة هو ممكن ينقل المشكلة في الـ يقلب، يعني الحاجة خبيثة لا قدر الله، والكلام ده الكلام ده مستحيل. غالبا بيجي في الستات اللي هم اكتر من 40 سنة، بيبقى المشكلة كلها يا اما ما فيش حاجة، او الـ مجرد الورم دوت هو اللي عامل لهم المشكلة. طبعا في كلكيعة موجودة في الركبة من ورا، فاكيد بتبقى شادة المنطقة كلها، بدل المساع العضلات مضغوطة، الأعصاب مضغوطة، فبتبقى مشدودة وفيها ألم. لو كبر للدرجة دي إن هو يعمل الألم، أو اللي هو الضغط على الأعصاب. وطبعا برضو كلكيعة موجودة ورا، فمش عارف يتني الركبة. احنا بنعمل الفحوصات دي مش لتشخيص البكر او البوبليتيال او التكيس الزلالي اللي بيبقى موجود ورا ده، بيبقى الهدف منه تشخيص المشكله اللي موجوده في الركبه. اهم حاجه في العلاج التحفظي ان احنا نطمن المريض ان الورم ده ورم حميد، مفيش فيه منه مشكله، وان احنا نعالج مشكله الركبه اصلا، مش ان احنا بنعالج اللي ورا. طيب التدابير المنزلية اللي حضرتك تقدر تعملها، كمادات مية تلج على المنطقة ديت، وياريت تبقى تلت ساعة، تقعد فترة.
العلاج الطبيعي هو الهدف كله ان احنا نبقى فردين العضلة بتاعت السمانة والعضلة بتاع الخلفية بتاعت الفخذ، بحيث ان احنا بنحاول نضغط على الكيس الزلالي اللي موجود. على فكرة ساعات بيزوده، فاحنا بنعمل التمارين دي وبنشوف هو بيزود ولا بيقلل. العلاج الطبيعي بالأشربة او بفوطة او اي حاجة، بحيث ان احنا نشد على العضلتين اللي ورا ونشوف تأثيرهم ايه. في نقطة كمان من ضمن الاعراض، لو البتاعة دي كبرت قوي لدرجة انها فرقعت بتدي ألم غير طبيعي، سكاكين، وبتبقى اشهر حاجة بنبقى محتاجين نفرقها ما بينه وما بين الجلطة، احنا بنبعت على طول، نبعت على الدوبلر عشان نستبعد وجود الجلطة. فاحنا بنقول هو حاجة كويسة وحاجة حميدة وان شاء الله امورها بتبقى سهلة، بس عالجها لانها ممكن تفرقع. لو لا قدر الله حصل الفرقعة وانت متشخص، اهم حاجة الراحة ورفع الرجل، ده بالنسبة للتدابير المنزلية اللي حضرتك ممكن تعملها. البذل انا شخصيا ما بحبهوش، بالذات طبعا لو قديم، لو بقاله فترة طويلة، بس هو موصوف وصح البذل، ان احنا نشيل ده لما بيبقى الركبة مزندة لدرجة والمريض عمال متضايق قوي من دي، ممكن طبعا نسبة الرجوع بتاعها لو ما عالجناش السبب عالية قوي. العلاج الجراحي بالنسبة لنا دي طبعا كلها اشكال التمارين، المهم في الاخر ان العضلتين دول يبقوا مشدودين، اللي هو السمانة والعضلة الخلفية بتاعت الفخ. العلاج الجراحي احنا بندي دايما الموضوع في الاول نفهم الدنيا ايه، واما التفاصيل الجراحية دي بعدين هنبقى نقولها ان شاء الله. طريقتين، يا اما عن طريق الفتحة او عن طريق المنظار. ايه الدواعي بتاعتها؟ الرئيسية ان كل حاجة فشلت والرجل بتبقى واقف، يعني بيجي يقولك كلكي عاملة زي الطوبة، لا عارف اتني رجلية ولا عارف امشي، وكل الطرق السلمية ما جابتش نتيجة. ساعتها بنبقى محتاجين متيق، لان لغاية دلوقتي عملت حالتين عن طريق الفتح من كتلة ما هي حاجة نادرة قوي وكانت كبيرة قوي، بحيث انها لازم تتشال، ما ينفعش ان احنا مجرد ان احنا ايه نخيط، يعني ما كانش ينفع بالنسبة لي عن طريق المنظار. انا بقول حالتين على اساس انها حاجه نادره قوي، عمرنا نادره قوي انك تخش، تبقى محتاج انك تخش تشيلها. احنا ان شاء الله عملنا، عشان المواضيع كترت، عملنا موقع ان شاء الله اسمه dr.elattar.com، عشان هنبقى مقسمين المواضيع صفحات، يعني صفحة مثلا على المفاصل، صفحة على مشاكل العمود الفقري، كلام زي كده، بحيث ان الموضوع يبقى مرتب اكتر من كده. فاحنا هي نفس الفيديوهات دي ان شاء الله هننقلها على سواء كان الصفحة او على اليوتيوب، بس هي الصفحة بس ميزتها انها بتبقى مميزة اكتر. صحة حضراتكم تهمنا، سلام عليكم.